سنمر إلى التمرين الثالث. أصرف حسب الضمائر. أنت افتح كتابك. إذن سنصرف هذه الجملة في أنت، أنتما، أنتم، أنتن. إذن سنقول أنت افتح كتابك. أنت افتحي كتابك. أنتما افتحا كتابكما. أنتم افتحوا كتابكم. أنتن افتحن كتابكن. إذن سأكتب الجواب على الورقة. أنتما افتحا كتابكما. أنتم افتحوا كتابكم. أنتن افتحن كتابكن. الآن سأمر إلى الشكل. افتحي كتابك. أنتما افتحا كتابكما. أنتم افتحوا كتابكم. أنتن افتحن كتابكن. جيد، كما تلاحظون. ثم الآن سنمر إلى التمرين الرابع. أملأ الفراغ بما يناسب. لدينا هائجا، مهندسا، ثم صحوا. إذن هنا لدي ثلاث جمل، سنقوم بوضع الكلمة المناسبة مكان النقط. إذن هنا قلنا أصبح الجو. إذن كيف هو حال الجو؟ إذن أصبح الجو، هل نقول هائجا، مهندسا، أم صحوا؟ إذن الإجابة هو سنعبر عن حال الجو. إذن أصبح الجو صحوا. أصبح الجو صحوا. ثم كيف أمس البحر؟ إذن سنعبر عن حالة البحر. إذن أمس البحر هائجا. إذن حالة البحر سنعبر عنها بكلمة هائجا. إذن أمس البحر هائجا. ثم صار أخي. إذن ما هو الحال الذي صار عليه أخي؟ إذن صار أخي مهندسا. مهندسا. إذن سنكتب مهندسا. إذن هنا سنقرأ هذه الجمل. أصبح الجو صحوا. أمس البحر هائجا. صار أخي مهندسا. جيد. الآن سنمر إلى التمرين الخامس. أملأ الفراغ بما يناسب. لدينا التاء مبسوطة، تن، لدينا ألف ممدودة، لدينا همزة، أن، لدينا تاء مربوطة، تن، لدينا همزة متوسطة، أه، ثم لدينا ألف مقصورة. إذن هنا سنضع سنملأ هذا الفراغ بما يناسب. لدينا صغيرة، سنقول ماذا؟ صغيرة تن. هل نضع تاء مبسوطة؟ لا يمكن، لأن لدينا اسم. إذن سنضع تاء مربوطة. إذن صغيرة تن. صغيرة تن. إذن التاء المبسوطة دائما نكتبها في الفعل، والتاء المربوطة نكتبها في الاسم. نكتب التاء المبسوطة في حالة المثنى فقط وفي بعض الأسماء. إذا لدينا شتاء أن، سنكتب شتاء أن. إذا التاء المربوطة تكتب في الأسماء وليس في الأفعال، والتاء المبسوطة تكتب في الأسماء وتكتب في الأفعال ثم في المثنى. إذن لدينا بيت.
إذن بيت سنكتب، هل نكتب تاء مربوطة؟ لا، سنكتب تاء مبسوطة. إذن بيت، ثم لدينا كلمة أخرى هدى، هل نكتب ألف مقصورة أم ممدودة؟ إذن سنكتب ألف مقصورة هدى. ثم لدينا عصا، هل نكتب ألف ممدودة أم ألف مقصورة؟ سنكتب ألف ممدودة. ثم لدينا بئر، بئر، هنا لدينا فراغ، كتبنا بي ثم رون وتركنا الوسط فارغا، إذن سنكتب بئر. إذن هنا لدينا همزة متوسطة، بئر، بئر. إذن سنعيد، لدينا هنا تاء مربوطة، هنا همزة متطرفة، هنا تاء مبسوطة، ألف مقصورة، ألف ممدودة، ثم همزة متوسطة. أتمنى أن تقوم بتصحيح الواجبات أو التمارين التي قمت بإنجازها، والله ولي التوفيق.